ما زال قراءة أولية، يحتاج إلى قراءة أكثر تعمق، لكن الأهم من هذا هو موقف سوريا. سوريا انضمت بملء إرادتها إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية وأعلنت أنها ستلتزم بتنفيذ كل بنودها، وبالفعل أجرينا محادثات في لاهاي مؤخرا، وسيصل وفد من المنظمة إلى دمشق لبدء واستكمال هذه المشاورات. معالي الوزير، بخصوص القرار، هل تم الاتفاق على آلية من أجل عملية تفكيك هذه الأسلحة، ومن الذي سيتحمل التكلفة أو الأعباء المالية الناجمة عن ذلك؟ بالتأكيد على الأمم المتحدة أن تتحمل تكاليف هذه العملية، وعلى الدول صاحبة الخبرة في المجتمع الدولي أن تضع خبراتها من أجل تدمير هذا السلاح. أقول لك بصراحة، نحن لا يوجد لدينا خبرة. بالنسبة لجنيف 2 معالي الوزير، هل تم الاتفاق على موعد لعقده؟ كيف تمر الأمور يعني تسير بالنسبة لجنيف 2؟ هم أعلنوا بالأمس أنه في منتصف تشرين الثاني نوفمبر، ونأمل ذلك، لكن نحن من طرف الحكومة السورية لا توجد لدينا أي مشكلة، ولا نضع عقبات ولا شروط. المشكلة لدى من يدعون أنهم معارضة ويسمون أنفسهم ائتلاف، ويقولون أنهم لن يذهبوا إلى جريف بوجود الرئيس بشار الأسد. وأنا أقول لهم أحسن لكم أن تجلسوا في فنادقكم، لأن الرئيس الأسد سيستمر. شكرا معالي الوزير.